السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا. واني إذا عجبك هذا الفيديو لايك واشتراك، طبعا اللايك يا شباب والاشتراك والله ما يخسر شيء، جزاكم الله خير. اخواني إذا كان عندك مكان مناسب أرض إنه يسرح فيها الدجاج البلدي، أنصح بتربية الصوف البلدي من عمر يوم إلا يكبر ويصير يستفيد منه من مسألة البيض واللحم. طبعا اخواني يعني هو السبب الوحيد بخسارة البلدي، صيصان بلدي، هو بالمرتبة الأولى هو العلف. العلف هو الخسارة الكبرى. إذا كنت أنت تشتري علف خلاص بدك تخسر، أما إذا عندك ربيت 50 طير على قد الأكل الزيادة اللي عندك في المنزل أو المزرعة اللي عندك يمشي حالك، أما إذا اشتريت علف تخسر. هاي السبب الأول بالخسارة هو تشتري العلف. السبب الثاني تحافظ عليها من الأمراض وتلقح لقاحات حسب لدكتور البيطري اللي ينصحك فيها. عندك 3 لقاحات تمام، هاي أساسية، والباقي فيتامينات، وتعالج من الأمراض اللي تبين عليك. يعني حتى إذا كان بالعلاج البلدي بالعلاج البشري تقدر تعالج الدورة. فأنت تحط يعني هاي الأسباب الخسارة والربح. جزاكم الله خير، إخواني ادعمونا بهاي القناة وشكرا لكم.